طاب توقيتكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة نوميديا. البداية بالعثور على الطفل امين يانيش. تمكنت مصالح الدرك الوطني صباح اليوم الاثنين من العثور على امين ياريشان المفقود بعد اكثر من اسبوعين من اختفائه حيا وبصحة جيدة في احد الفيلات المقابلة لدار الايتام بحي لافيجري بالحراش بالعاصمة، متواجدا عند احد الاشخاص الذي صرح لمصالح الامن انه يدين لابي الطفل امين بمبلغ مالي كبير. وتم توقيف المجموعة التي حضرت ونفذت عملية الاختطاف واعتقلت من طرف الدرك الوطني بعد عمليات التحريات والبحث، حيث أن أحد مهندسي الاختطاف هو صديق الوالد وأحد المقربين منه، وهو نفسه من كان وراء تنظيم المسيرة التضامنية مع عائلة الطفل. في النشاط الدبلوماسي، تترأس اليوم الجزائر اجتماعا ثلاثيا مشتركا مع مصر وإيطاليا لدراسة الوضع في ليبيا، حسب ما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية، والذي يندرج في إطار المشاورات بين البلدان الثلاثة. المزيد في هذا التقرير لزميل إيمان خيار. يعقد اليوم الاثنين بالجزائر اجتماع ثلاثي يضم الجزائر، مصر وإيطاليا لدراسة الوضع في ليبيا، حسب ما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية. اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات بين البلدان الثلاثة سيجمع كل من وزير الشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، ووزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي باولو جونتيلوني. وسيعكف الوزراء على بحث الوضع في ليبيا والوسائل الكفيلة بالإسراع وإنجاح مسار الحوار الوطني الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار التسوية السياسية. الوزراء الثلاثة سيقومون أيضا بتقييم انعكاسات عدم الاستقرار السياسي والأمني بهذا البلد على البلدان المجاورة والمنطقة بشكل عام. في موضوع آخر، تباينت الرؤى بين أحزاب المعارضة والموالاة حول فحوى الدستور المنتظر الإفراج عنه قريبا، والذي تعتبره الأفلان يخدم مكاسب المعارضة فيما اعتبرت الأخيرة التعديلات تقنية وغير جوهرية. كريمة بن عيسى يحيى تفصل أكثر. انتقدت أحزاب المعارضة على غرار حزب العدالة والتنمية ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بخصوص سن قانون تفعيل آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وما سيحمله مشروع التعديل الدستوري الذي سيتم الإفراج عنه قريبا. يحتاج إلى تعديل جوهري شامل وعميق، ولكن من خلال الرسالة ومن خلال المسودة التي نزلت تبين بأن هناك تعديلات طفيفة جزئية تعالج بعض القضايا المرحلية، كما كانت التعديلات التي سبقت يعني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا كانت تعديلات مرحلة. فاليوم نريد أن نضع وثيقة أساسية للدولة الجزائرية تراعي تطور المجتمع الجزائري. من جهتها الأفلان اعتبر أن الدستور المقبل يعطي مجالا أوسع للمعارضة التي أصبحت تنتقد مكاسبها التي منحت لها من خلال هذا المشروع، ليس لهدف ما وإنما من أجل النقد فقط. لأننا نشوف اليوم أن رئيس الجمهورية أنه أحب كل المعارضة، كل مرة تنتقدون، كل مرة تقولون أنه تشككون في العمليات الديمقراطية، كل مرة تشككون في الانتخابية. اليوم سنعطيكم حيز أكبر ونرى، ولكن نرى الآن أن المعارضة دائما تختبئ وراء ستار نطالب ونطالب ونطالب، وهذا دليل أنهم يحذرون لفشل آخر. أنا أظن أن الفشل الآخر القادم هو الانتخابات التحقيقات القادمة، لهذا هم ذهبوا بعيدا في مطالبتهم في هذا الخصوص. هذا وتسند الموالاة طريقة الإفراج عن الدستور المنتظر إلى اختصاص رئيس الجمهورية في الوقت الذي تصر الأحزاب المعارضة عرضه على الشعب للاستفتاء بدل البرلمان. أمنيا، يشارك اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني من الثاني إلى الخامس من شهر نوفمبر الجاري في أشغال الدورة 48 للجمعية العامة للشرطة الجنائية الانتربول، والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيغالي بمشاركة ممثلين عن 190 دولة، حيث سيتم مناقشة العديد من المواضيع في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة. كما سيتناول اللواء عبد الغني هامل موضوع إنشاء منظمة الأفريبول وجهود الجزائر
الجزائر الكبيرة في تجسيد هذا المشروع الذي سيحتضن بمقره الجزائر، حيث سيسمح بتدعيم آليات التعاون الأمني بين أجهزة الشرطة في إفريقيا. استفادت نحو 10,000 عائلة من الغاز الطبيعي عبر عدة بلديات بولاية سكيكدا، حيث فضلت السلطات الولائية الاحتفال بالفتح من شهر نوفمبر بإدخال البهجة والسرور على الكثير من العائلات، فكانت الفرحة فرحتين، فرحة بالعيد الوطني وفرحة بالغاز الطبيعي. تقرير زميل سعد زكاري. حلت ذكرى نوفمبر وحلت معها البشائر والأفراح على سكان بلديات القل وبين الودان والولجب البلوط وفلفلة وبن عزوز بولاية سكيكدة، حيث استفادت نحو 10,000 عائلة من الغاز الطبيعي بعد سنوات طويلة مع البرد وقارورات غاز البوتان. السيد فوزي بن حسين والي الولاية اختار الاحتفال بالفاتح من نوفمبر بإدخال الفرحة على آلاف العائلات السكيكدية لتكون الفرحة فرحتين. إنجاز كاناغاز فرع من مجمع سوناغاز، احنا اللي قمنا بالإنجاز تاع لا دي بي هذه تاع القل وميم طون لا كونفيرسيون تاع جي بي ال، ورغم صعوبة التضاريس والمناخ ومنا كنا في حسن الظن إن شاء الله المواطنين هذو. السكان عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالغاز الطبيعي واعتبروا هذا اليوم يوم للاستقلال. افتتاح تاع الغاز هذا للمواطنين تهنوا من القرعان تاع الغاز إن شاء الله. المنطقة هذه معروفة بالبرد، معروفة بالرطوبة، واليوم الحمد لله إن شاء الله الميزيريات تهنى. بهذه المناسبة تدشين الغاز الطبيعي في مدينة القل، هذه المنطقة التي عانت الكثير من غاز البوتان، الآن الحمد لله في أول نوفمبر هناك طورة جديدة في عالم التنمية وهو إيصال الغاز الطبيعي إلى كل بيوت مدينة القل، هذه المنطقة المشاهدة التي تستحق الكثير. المناسبة السعيدة نوحي كل السلطات الولائية وعلى رأسهم سيد والي ولاية سكيكدة على هذا الإنجاز العظيم في بلدية أو قرية كما تالزة عانت الكثير والكثير. وحسب ما أكده مسؤولو سون الغاز بالولاية، فإن مشاريع تزويد السكان بالغاز الطبيعي ستشمل بلديات عديدة ليصل عدد المستفيدين إلى 40,000 عائلة مع نهاية 2016. في محاولة لتشريح قضية العنف ضد المرأة لإيجاد الحلول، نظمت جمعية أميرة لقضايا الأسرة مداخلة بمدرجات جامعة تيبازا تشرح فيها الأسباب والحلول بمشاركة أهل الاختصاص. أحمد الوحشي حضر الندوة وعاد بالتقرير التالي. العنف ضد المرأة، ذلك هو عنوان مداخلة رئيسة جمعية أميرة لقضايا الأسرة. ففي تشريح لهذه الآفة حاولت الإلمام من جميع الجوانب دينيا اجتماعيا وقانونيا، وذلك بإعطاء كلمة لأهل الاختصاص تناولوا فيها الأسباب والحلول. قد توقفنا في من خلال مداخلتنا على بعض المجهودات التي قام بها المشرع الجزائري من خلال إعطائه دفعة قانونية للمرأة الجزائرية وجعلها امرأة فعالة تشارك الرجل في كل مهاماته، ولعل أن ما أثمرت به هذه الجهود هو مشاركة المرأة وفي أعلى المستويات والمناصب العليا. وعن اختيار المركز الجامعي بتيبازا، فضلت الجمعية أن تتناول موضوعها في وسط طبقة شبانية مثقفة صاعدة حتى يؤخذ الأمر أو هذه الآفة بالأحرى طريقا مختصرا نحو التلاشي، لأن الأمر يجب أن يؤخذ على سبيل الجدية وأن تكون الحلول أحسن وقعا على يد إطارات المستقبل. العنف ضد المرأة كان موضوع شامل من جانب الديني، من جانب السياسي، ومن جانب الاجتماعي. هذا الشيء اللي خلاني باش أصرت أنه درت اليوم دراسي في المركز الجامعي، أنه للطلبة طبعا باش تكون رسالة لكل شخص. في نهاية المطاف لقيت المداخلة ارتياحا في وسط الطلبة، خصوصا وأن آفة العنف ضد المرأة أصبحت أمرا ملموسا في مجتمعنا يستوجب تكثيف الإعلام لنشر الوعي
بمباركة الوازع الديني. إلى ولاية عين تيموشن، تشهد شواطئ بلدية بني ساف وضعية إيكولوجية أصبحت تهدد المدينة الساحلية السياحية، حيث يتعرض الشاطئ إلى تعرية وتناقص الكثبان الرملية يوما بعد يوم، وسبب استغلال رمال الشاطئ من طرف أحد الشركات هناك. يوسف حري يفصل أكثر. يعاني سكان مدينة بني صاف بعين تيموشنت من وضعية إيكولوجية أضحت تهدد المدينة الساحلية السياحية، حيث يتعرض الشاطئ إلى تعرية وتناقص في الكتبان الرملية، والسبب استغلال رمال الشاطئ من طرف أحد الشركات هناك. البلاط الرمل أخويا راه باين، أو كنت تمشي غير البورد وتشوف تما الشونتي خدام مارشا كاع النهار بومبات سف، ايوا ضرب جوج سيمانات ثلاثة تنشف الرملة يشارجوها في الكباين ويبيعوها. كيما هذا كان عنده سويفي يتبعه ما يوصلش حتى يوصل يقلع الرملة ويبيعها. بكري كانوا يقلعوها يقيسوها برا في البحر، والبحر يعاود يقيسها في الشط. دروك ولا يدير علينا البحر، يدير الغربي يخويها الجهة الديار يطيحوا، عاود يدير الشرقي الرملة تولي منا ويخوها مليه الديار يطيحوا، والله سوفرونس كحلة. الأثر السلبي ظهر جليا على الشاطئ الذي بات ينذر بخطر جديد يحدق بالبيئة بمدينة بني صار، رغم دراسات سابقة مطمئنة. إن العرض تاعهم كسار ولا فيه 3 متر، بكري كانت فيها هاد لابلاش أنا فيها 50 متر. هما قالوا بلي درنا إتود وما راهاش تأنفلويي، بصح شكون اللي دار هاد الإتود؟ أسكو دارها بيرو مرسم؟ أسكو سي دي زيكسبير؟ هاد شكون اللي دار هاد الإتود باش يقول لك هاد الشيء ما يأثرش على لابلاج؟ حنا غير فاهمونا سيدي، حنا إلا كاش حاجة علمية يفهموها لنا يقنعونا، على خاطر حنايا المساكن تاعنا والمحلات تاعنا راهم في خطر بزاف. حنا كي تروح تجي المشتى صاي ما نرقدوش. كبلدية وكمجلس وعلى رأسنا سيد رئيس البلدية تنقلنا عدة مرات ودرنا يعني مراسلات ودرنا أمور يعني، واتصلنا بالجهة المختصة اللي هي الاس تي ام لا سي دي فيجون تاع ترافو دو ماريتيم، واللي كانوا قنعونا وقالوا لنا باللي يعني درنا معاهم جلسه عمل رسميه وقنعونا باللي داروا يعني دي فيش تكنيك يعني بطاقه تقنيه في لمعالجه هذا الامر، الا ان الامور ما يعني ما خداتش العجاله نتاعها والناس مازال باقيين في الدار، وحنا رانا على قدم وساق لمتابعه هذه الامور. يعني هي مجازر بيئيه تستوجب تحرك المعنيين لوقف كارثه ايكولوجيه ستكون اضرارها وخيمه ان هي تواصلت. إلى الشأن الدولي الآن، حقق حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا خلافا لكل استطلاعات الرأي، ليتمكن بذلك من مواصلة حكمه المنفرد للبلاد والمستمر منذ 13 عاما. يقول الزميل يوسف ديبابي. حقق حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا خلافا لكل استطلاعات الرأي، ليتمكن بذلك من مواصلة حكمه المنفرد للبلاد والمستمر منذ 13 عاما. وبحسب النتائج شبه النهائية بعد فرز 99.98% من الصناديق، استحوذ حزب العدالة والتنمية على 49.36% بحصوله على 23.3 مليون صوت تقريبا، وتجاوزت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 87% من أصل أكثر من 54 مليون مواطن يحق لهم التصويت. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن نتيجة الانتخابات التي جرت الأحد واستعاد فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته في البرلمان أظهرت أن الشعب اختار حماية مناخ الاستقرار والثقة، ووجه رسالة إلى حزب العمال الكردستاني أن العنف وسفك الدماء لا تتعايش والديمقراطية. هذا وأشاد رئيس الوزراء التركي وأمين عام حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو بما اعتبره وعي الشعب التركي، متعهدا باحتضان الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم، ودعا الأحزاب السياسية التركية إلى الاجتماع والاتفاق على دستور جديد. اليوم هو انتصار للديمقراطية ولأمتنا ولإخواننا وجميع الذين ساهموا في هذا الانتصار، إن الله يحمينا. وانتفضت المعارضة وانتقدت هذه الانتخابات واعتبرتها مزورة. قابل إدميرس
نحن لا نقبل نتائج الانتخابات، سرقوا أصواتنا، هذا هو حزب العدالة والتنمية الذي سرقنا. الأحد عشر بالمئة التي حصلنا عليها ليست نجاحا بعد حملتنا، لكن هذا هو صوت الشعب والتضامن الشريف لأنصارنا، التكاتف والعزم لمواجهة كل الهجمات ضدنا. أدى الغموض السياسي الذي استمر شهورا ونجم عن فشل محادثات تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات غير حاسمة جرت في جوان الماضي أثر على الليرة التركية ونجم عنه توتر في الأسواق المالية التركية. أخبار دولية أخرى متفرقة من العالم جمعها الزميل أمين برحلة مختصرة في هذه العجالة لنتابع. في فلسطين المحتلة اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين 21 فلسطينيا في الضفة الغربية. هذا وصعد الكيان الصهيوني خلال الفترة الماضية من حملات الاعتقالات في الضفة ضد أشخاص تصفهم بأنهم مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في نشاطات تخريبية وبأعمال شغب عنيفة ضد قوات الاحتلال ومدنيين إسرائيليين. وصلت فجر اليوم إلى مدينة سان بيترسبورغ الروسية الدفعة الأولى من جثامين ضحايا تحطم طائرة روسية على متن طائرة تابعة للحكومة. هذا وتجمع عشرات المواطنين الروس في مدينة سان بيترسبورغ الروسية، وذلك حدادا على أرواح ضحايا الطائرة، في حين قررت سلطات مدينة سان بيترسبورغ أن تستمر مراسم الحداد الرسمية في ثاني المدن الروسية حتى يوم الثلاثاء. في ملف الهجرة غرق أكثر من 30 لاجئا بينهم 6 أطفال بعد غرق قاربين كانوا يعبران من تركيا قبلة السواحل اليونانية. وتضاف هذه الماساة الجديدة إلى حوالي 10 حوادث غرق وقعت مؤخرا قبلة سواحل جزيرة لسبوس شمال غرب بحر إيج الذي يفصل بين اليونان وتركيا، وأسفرت عن سقوط حوالي 60 قتيلا بينهم أكثر من 28 طفلا. في تركيا اندلعت مواجهات بين الشرطة التركية وناشطين أكراد بمدينة ديار بكر بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التركية، واتهم الأكراد رئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتزوير في الانتخابات التشريعية بعد فوز حزبه العدالة والتنمية بغالبية الأصوات وتشكيله الحكومة الجديدة دون الحاجة لتكوين ائتلاف مع المعارضة التركية. نشرتنا تمت، متابعة طيبة على بقية برامج نوميديا، أطيب المنى، السلام عليكم.